يأمل مساعد المدرب. هاي أول هدف، أول هدف، أول هدف، الهدف الأول، والهدف الأول للجمعية في الدقيقة 22 من بداية المباراة. عودة موفقة لهذا اللاعب الذي عوض اليوم بمشرى رضا في كرسي الاحتياط، ويحرر الأنصار على المدرجات ويحرر الطاقم الفني. في الحقيقة هاي الإعادة في الحقيقة يعني منطقي، سي لوجيك، ولكن كما يضربهاش في هذيك الوضعية كان يدير اون بالون روتري. كانت تكون بعد هذه الكرة. هاي كرة هدف ثاني فعلا، هاي كرة هدف ثاني لصالح فريق جمعية وهران. اللاعب غماري دائما يخادع الجميع ويتمركز، يضع نفسه في الوضعيات التي من خلالها يسجل الأهداف. وتحدث عبد النور كريبازا ويضع الجمعية بهدف ثاني. من حقك أن تفرح بأي طريقة شئت بهذه الصورة الجميلة. لاعب كما قال مختار مذكور قادمة من النادي مغنية، يفوز في هذه المباراة التي يجب أن تتبعها سلسلة نتائج إيجابية من أجل الخروج من عنق الزجاجة. هاي كرة، هاي فعلا دارها، قام بها. لا تنزع القميص، انزع القميص اللاعب غماري. غماري هدف ثالث في الدقيقة 55 والسادسة والخمسين من بداية المباراة. الإعادة، استرجاع الكرة في عمق دفاع وفي ظهر دفاع فريق شاول قسنطينة. ونحن مقبلون على الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة. هاي كرة هدف، هاي كرة هدف رابع، هاي كرة هدف رابع. ضربة جزاء، ضربة جزاء، حامى وصال وجال بن طيبة. وفي هذه الحالات، يناسبوه هذه الحالات، هذو يحبهم هذه الحالات. يعني بن طيبة اجتهد، نشط، حاول، بحث، فوصل لضربة جزاء يا مختار عند الدقيقة 91 حتى يمتص غضب أنصار السنافر. وقف في مكانه سي محمد سيدريك، وبن طيبة يضيف الرابع لفريق جمعية وهران. رباعية، أكثر من نصف الأهداف المسجلة في 9 مباريات لفريق جمعية وهران سجلها في مباراة اليوم. هذه اللحظات بالذات.